الديمقراطية وأخوة الشعوب الذي يضمن الحرية لكل شخص في المجتمع دون أقصاء. لا أحد إلا أن هذا لم يروق لأنظمة الحداثة الرأسمالية المبنية على قمع وقتل الشعوب، ولكن إرادة القائد عبد الله أوجلان حطمت كل ما فعلوه وحطمت جدران إميرالي واستطاعت نشر فكره في كل العالم. وخير دليل على ذلك الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. بالروح بالدم نفديك يا جلال.